من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. والإنسان إذا آثر الدنيا وتعلقت قلبه بها، وكان حبه وبغضه من أجلها، وكانت هي المحرك له في ليله ونهاره، في سره وجهره، وآثرها على آخرته، فهذا نوع من الإشراك بالله جل وعلا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فكن يا عبد الله عبدا لله، كن عبدا لله مؤتمرا بأوامره، منزجرا عن نواهيه. تفطن لنفسك، تفطن لقلبك، تفطن لجوارحك، كن مخلصا صادقا مع الله. لا تردك الدنيا عن العبادة وعن الإخلاص لله، لا تؤثر شيئا على رضا الله جل وعلا. نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المنصب للرجل الصالح، نعم الزخارف الدنيا والتمتع بها وفق المباح للرجل الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تلين قلوبنا لذكر الله، ونعوذ به من القسوة والغفلة.